عايزين نتكلم بقى عن تخريج الدفعة الأولى من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي، ويمكن حضرتك كنت في الأكاديمية كمان من كام يوم وقابلتهم، فكلمنا عن بقى هذا اللقاء. ويمكن مصر بقى لها فترة كانت بعيدة شوية عن الريادة في هذا الشأن، هل هنرجع بقى زي زمان كده نشوف رؤساء دول خريجين من الجامعات المصرية؟ يعني ما هو ما في يعني حتى دلوقتي في يعني في خريجين او مسؤولين افارقه واسيويين خريج الجامعات المصريه، جامعه القاهره، جامعه اسكندريه، جامعه الازهر، يعني العديد من الجامعات. لكن فيما يتعلق بالبرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب الافريقي، احنا بنتكلم اولا احنا في 2019 مصر تتولى رئاسه الاتحاد الافريقي، وبالتالي كان يعني ما قبل تولي رئاسه الاتحاد الافريقي قامت بعدد من الانشطه لاعاده المياه الى مسارها مره اخرى في اطار العلاقات المصريه الافريقيه، لان حصلت قبل 2011 كان يعني تجمد او جمود في العلاقات. بعد 2011 حصل توتر الى ان وصلنا في 2013 بعد ثوره 30 يونيو وما قام به جماعه الاخوان الارهابيه، فتم تجميد عضويه مصر لفتره مؤقته، ثم تحولنا من دوله مجمده عضويه الاتحاد الافريقي الى دوله ترأس الاتحاد الافريقي. وبالتالي جاء المشروع او البرنامج الذي اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الملتقى العربي الافريقي في اسوان في مارس يعني الماضي، جاء استكمالا لما تم توقيفه بسبب الاحداث اللي حصلت. لا هي مش مش البرنامج استكمال. مش استكمال، هو في اطار التوجه المصري لافريقيا، اعاده تموضع مصر الافريقي مره تمام اخرى. تمام ده فالبرنامج اطلق في الملتقى العربي الافريقي في شرم الشيخ في مارس الماضي، اطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي كان وبرده هذا الملتقى كان احد ثمار المنتدى شباب العالم الذي هو الاخر واحد ثمار ومنتجات المؤتمر الوطني للشباب. عشان كده نرجع لفكره ان هو اصبح مؤسسه مش حدث. النهارده بنتكلم الرئيس اتكلم على 10 دفعات في البرنامج التاهيل الشباب، البرنامج الرئيسي لتاهيل الشباب الافريقي، كل دفعه تضم 100 شاب، فبتكلم على ان 10 بتكلم على 1000 شاب سيتم تخريجهم على هينتهوا في اخر دفعه، تبقى في النصف الثاني من 2020. احنا النهارده في عندنا في مصر موجود الدفعه الاولى اللي بتضم ممثلين من 29 دوله افريقيه. تم وضع برنامج تدريبي مكثف جدا ويرتبط بحل المشاكل الازمات الافريقيه فيما يتعلق بالتفاوض، فيما يتعلق بقضايا التنميه، وايضا الاستماع الى رؤى هؤلاء الشباب. من يومين كنت موجود مع بعض الزملاء في الأكاديمية والتقيت بعدد بيهم، هم بصراحة كانوا سعداء جدا بالمشاركة. التقينا بيهم كمان هنا يعني هم سعداء جدا بالمشاركة. كان أول امبارح كانوا في قناة السويس وكانوا زيارة الأهرام والأهرامات، في جزء منهم أول مرة يزور القاهرة وكان عنده فكر ملتبس عن الأوضاع في مصر، عنده متخوف من مما تنشره بعض الميديا الغربية عن مصر. لكن لما جاهم هنا، أنا في واحد من ملاوي، شاب من ملاوي، بيقول لي انا قبل ما اجي انا كنت في بمنحه تدريبيه في الهند، فقبل ما اجي كنت بشوف بطلع بعض الصحف الغربيه عن مصر، فخفت ان انا اجي مصر، وخفت ان كان السؤال اللي عندي هو المصريين هيستقبلوني ازاي. لكن لما وصلت المطار اكتشفت ان مصر، مش اكتشفت يعني تاكدت ان مصر دوله ذات حضاره، ان الشعب المصري هو وثيق الصله بالشعب الافريقي باخوانه الافارقه، وان المصريين هم اكرم شعب في العالم. وده دي اللي هي السوفت باور اللي احنا كنا محتاجينه فيما يتعلق بالعلاقات مع افريقيا. البرنامج زي ما قلت لحضرتك هو الدفعه الاولى، سيتم تخريجها ان شاء الله يوم الاربعاء على هامش المؤتمر بحضور، سيقوم بتكريمها الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور رؤساء سفراء الدول الافريقيه الذي يمثلهم الشباب الموجودين. ويعني وفقا لما سمعته في الاكاديميه انه سيتم الاعلان قريبا عن الدفعه الثانيه وما تلاها من دفعات. هنوصل في النهايه الى 20 ال 10 دفعات ب 1000 شاب وفتاه. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، ربما احنا في مصر تحول هي كمان لمؤسسه ربما احنا في مصر شويه ما عندناش يعني اهتمام بالبرنامج ده، لكن في افريقيا يعني اكتر من دوله افريقيه ابدت اهتمامها بالبرنامج ده، رغم ان هو لسه احنا بنتكلم هو مولود جديد بالزبط. لكن في عدد من الدول الافريقيه بدات تخاطب مصر حاليا، بتخاطب المؤسسات المصريه ان هي تطالب بان يكون لها
نصيب او حصه في هذا البرنامج، وخاصه الشباب اللي هم يعملون في قطاعات حكوميه في هذه الدول. لكن مصر حتى بروسس معينه للاشتراك في هذا حكوميه او مدنيه، يعني تقريبا هنا بشغل من جنوب السودان ومن ليبيا بيشتغلوا في القطاع يعني المدني. يعني مثلا اقول حاجه في جنوب السودان، يعني وفقا لما اعلموا ان جنوب السودان طلبت من ان الاستفاده من البرنامج في تدريب شباب من الحكومه وشباب المعارضه على اليات الاندماج والتفاوض فيما بينهم. عندنا في السودان بتواجه بعض العقبات، فهم جنوب السودان ثقة في مصر وثقة في هذا البرنامج طلبت من مصر ان يكون لها جزء او لشبابها جزء من في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الافريقي، منقسمه بين حكومه وبين معارضه، بحيث ان يحصل التدريب على الاندماج والتحاور والتفاوض فيما بينهم، ثم يعودوا مره اخرى لنقل تجربتهم الى شباب بقيه الشباب.